على طول الخط. ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى بلاد الروم لاذيع على حضراتكم هذا الحوار بين عالم من علماء المسلمين وبين كبير بطارقة النصارى. العالم هو الامام الباقلاني رضي الله عنه، صاحب كتاب الاعجاز، يجلس مع كبير بطارقة الروم فيقول له البطريق: هل انشق القمر لنبيكم حقا؟ قال الامام الباقلاني: نعم. قال البطريق: فلماذا لم يره الا اهل مكه؟ فقال له العالم المسلم: يا هذا، هل نزلت المائدة على المسيح حقا؟ قال: نعم. قال: فلماذا لم يرها احد منكم؟ نحن امنا بان المائدة قد نزلت ايها البطريق، لان الله اخبرنا بنزولها في الكتاب العزيز، وامنا بان القمر قد انشق حقا لان الله اخبرنا بذلك في القرآن، فامنا به كل من عند ربنا. قال البصير للباقلاني: او ما سمعت ما قيل عن عائشة زوج نبيكم؟ اراد اللئيم ان يطعن ام المؤمنين في شرفها. فقال له الامام الباقلاني: ايها البطريق، هما امرأتان في التاريخ، امرأة لم تتزوج ومع ذلك ولدت، وامرأة تزوجت ومع ذلك لم تلد. انتم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب، ونحن برهنا التي لم تتزوج وانجبت ولدا. برأنا التي لم تتزوج وولد، لأن الله برأها وقال لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأنتم اتهمتم أم المؤمنين التي تزوجت ولم تنجب، والله برأها من فوق سبع سماوات وقال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل هناك اطيب من محمد؟ اولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. برأنا التي انجبت ولم تتزوج، وهم بسواد قلوبهم اتهموا التي تزوجت ولم تلد. وهذا هو الفرق بين تعصب النصرانية وسماحة الإسلام. قال البطريق للإمام الباقلاني: نبينا أطهر من نبينا، عيسى أطهر من محمد. قال الباقلاني: ولما؟ قال: لأن المسيح لم يتزوج ومحمد قد تزوج. قال الباقلاني للبطريق: أمتزوج أنت أيها البطريق؟ قال: لا، لأن الزواج نجاسة. فقال له الإمام: كيف تقول ان الزواج نجاسة ولم تتزوج انت، ومع ذلك قلتم ان الله تزوج بمريم؟ هل انت اطهر من الله العلي العظيم؟ ايها البطريق، انت لم تتزوج بقصد الطهارة، ومع ذلك قلتم ان الله قد تزوج، انت اطهر ام الله؟ فقال البطريق باعلى صوته: يا امام، والله لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيم. الله اكبر، الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيم.
لا تذكر الكتب الثوالف عنده، لا تذكر الكتب الثوالف عنده. طلع الصباح تركب القنديل. الله ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنه، اعرض عنه، لا تدعو الله عليه، فان دعاءك مستجاب. فتولى عنه، عن هؤلاء المكذبين، واهجرهم هجرا جميلا، اصبر صبرا جميلا، اصفح الصفح الجميل. هجرك جميل وصبرك جميل وصفحك جميل، واصبر يوم يدعو الداعي الى شيء مقر. اذكر هذا اليوم، اذكر هذا اليوم. وانما وقفنا على قوله تعالى فتولى عنهم، ولم نقل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء مقر، لاننا لو وقلنا وقلنا فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لكان ظرف الزمان متعلقا بتولي، مع ان التولي لا يكون يوم القيامة انما يكون في الدنيا. ولذلك وقفنا على قوله تعالى فن عنهم، واما يوم فقد اعرضناها مفعولا به لفعل مقدر تقديره، واذكر يوم يدعو الداعي الى شيء مقبول، شيء عجيب يسهل العقول والابدان، يزهر القلوب والأبواب. والداعي هو نافخ الصور، هو نافخ الصور، هو إسرافيل. ولذلك لما دخل الحسن البصري رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، قال له الأمير عظني يا حسن. صلة العالم بالأمير صلة الناصح لا صلة النفاق، ابتغاء رضاء الحاكم. والحاكم يفقد ويموت، وكل الملوك والحكام سيموتون، كلنا سنموت. والنفاق رخيص، النفاق رخيص. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فان رزقك بين الكاف والنون، فان رزقك بين الكاف والنون. واستغني بالله، استغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. العالم والامير، العالم ينصح والامير يستجيب. قال عمر للحسن عصمة يا تقي الدين، فقال له الامام الحسن يا امير المؤمنين صم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. ليلة، ليلة لن يؤذن الفجر فيها، ليلة تبدأ بالموت، والقيامة قيامة دام صغرى وكبرى. تبدأ القيامة الصغرى من الموت، فمن مات فقد قامت قيامته. وتنتهي القيامة الصغرى بالنفخ في الصور، عندما ينادي المنادي من مكان قريب، ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. ان هذه الليلة لا يؤذن الفجر فيها مؤذن، لان الاذان قد انتهى، ولان الصلاة قد انتهت. فمن صلى فقد صلى، ومن لم يصلي يحاول يوم القيامة ان يسجد لله سجدة واحدة فلا يطاوعه ظهره، انما يتصلب ظهره كأنه الحديد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. يدعون الى السجود فلا يستطيعون،
الظهور لا تنحل، فات اوان السجود، فات اوان الصلاة، ان اليوم هو يوم القيامة، لا صلاة ولا سجود، يدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، تعلوهم كآبة، والله الذي لا اله الا هو، لقد جاءتني يوم الاربعاء سيدة مسلمة تسأل، تقول لزوجها صل، فقال لها ولمن اصل؟ قالت له الم تسمع قوله تعالى واقيموا الصلاة؟ فقال لها ان هذا القرآن لا اصدق انه من عند الله. سيدة تسأل ايحل لها ان تعاشره؟ انه مرتد، انه مرتد عن دين الله. وكم والله الذي لا اله الا هو، لقد جاءتني يوم الاربعاء سيدة مسلمة تسأل، تقول لزوجها صل، فقال لها ولمن اصل؟ قالت له الم تسمع قوله تعالى واقيموا الصلاة؟ فقال لها ان هذا القرآن لا اصدق انه من عند الله. وجاءت السيدة تسأل ايحل لها ان تعاشره؟ انه مرتد، انه مرتد عن دين الله. وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، القرآن يشك انه من قبل الله؟ الدليل على انه من عند الله ان الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهل وجدت في القرآن اختلافا؟ الدليل انه من عند الله انه صدق كل ما كذب ابدا، الدليل انه من عند الله انه اخبرنا عما سيحدث في المستقبل، الف لام ميم غلب بالروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، الدليل انه من عند الله انه نزل على امي لا يقرا ولا يكتب ومع ذلك اخبره بالحقائق العلميه الذي لم يكتشفها العالم الا في القرن العشرين، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وقد ثبت في الحقائق العلميه انه كلما صعد الانسان الى اعلى، كلما قل الاكسجين الجوي، كلما شعر بضيق في الصدر. الدليل انه من عند الله انه ذكر حقائق الاجنه في بطون الامهات، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. هل ذهب محمد الى جامعات اوروبا او الى جامعات امريكا؟ هل علم محمد ما يجري في بطون الامهات؟ اذا فمن الذي علمه؟ ان الذي علمه علام الغيوب، وحد الواحد. الأمة في حاجة إلى تعليم كتاب ربك. حكامنا شغلونا عن الله، شغلونا بالمسرحيات والمباريات والأفلام والمسلسلات، شغلوا الناس عن رب الناس، شغلوا الناس عن ملك الناس، شغلوا الناس عن إله الناس. رجل مسلم يقول لزوجته لمن اصلي؟ تصلي للذي خلقك فسواك فعدلك، تصلي للذي من الطين خلقك فسواك واجرى عليك رزقه فلا نسيك يوما واحد، تصلي للذي خلقك من ماء مهين فجعله في قرار مكين الى قدر معلوم فقدر فنعم القادرون، فنعم القادرون. كفر بالله وحياتها معه حرام، لانه لا يجوز للكافر ان يتزوج بالمسلمه.